أعربت مصر عن رفضها اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطني تلك القرى. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية، والتي أكدت أيضا رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولية ومقررات الشرعية الدولية. وأكد البيان أن الاستمرار في مثل تلك الإجراءات الأحادية يؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر ويسهم في تغذية دائرة العنف، كما يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.